رفضت سميلي هذه المبادرة، قد تكون هناك إجراءات يعني إدارية والأمور يعني تتعلق بتأخير بعض الأمور إلى أن تصل الأمور إلى مدارها صحيح، لكن لا يوجد رفض رسمي حتى الساعة. مبادرة ولي العهد السعودي اللي هي 10 مليون شجرة الحد من التصحر، هي لا تشمل فقط السعودية، تشمل دول الجوار. منظمة العراق باعتبار العراق عنده صحراء محاكية للسعودية، كثير من المسائل الحدود العراقية السعودية متواصلة، وهي أيضا مناطق صحراوية قد تؤثر أيضا على السعودية، أولا على الأماكن اللي متقيدة على الحدود العراقية، وبالتالي السعودية تشعر بهذا التهجير لهذا الغرض. فقط الأمر يم الحكومة العراقية وما تستطيع العمل بهذا الاتجاه، لأن الأمر أولا وأخيرا يعود إلى سياسة الحكومة العراقية في هذا الاتجاه.